الناس اللي كيسولوني بشحال قطعت، ها بشحال قطعنا اخوتي كما كتشوفوا هنا 1192 الاورو، قول 1200 الاورو من ميناء برشلونه في اتجاه ميناء طنجه المتوسط. خمسه ديال الناس متكونين من الزوج والزوجه وثلاثه ديال الوليدات 17 15 7 سنين. كذلك اخوتي الناس اللي غادي تبر طريق السيار اوتوبيستا لوتورو ديال اسبانيا، فراه كاين اكتظاظات وطوابير طويله خاصه اللي غادي تبر الطريق كما غادي تشوفوا معايا في نهايه الاسبوع او في العطل. خوتي في هذا الفيديو غادي نشارك معكم مجموعه من الاخبار والمعلومات الجد مهمه الجاليه المغربيه خاصه المقبله على السفر الى المغرب. غادي نرجعوا مره اخرى، يعني الغلاء التذاكر هذا هو المشكل يعني الرئيسي ديال الجاليه المغربيه، وكاين واحد النسبه مهمه من الجاليه اللي ما غاديش يهبطوا للمغرب في السبه ديال الغلاء ديال التذاكر. كذلك اخوتي غادي نشارك معكم بشحال قطعت انا التذكره انا ووليداتي والسياره من ميناء برشلونه في اتجاه ميناء طنجه المتوسط. كذلك اخوتي غادي نهضروا على الغضب ديال الجاليه المغربيه اللي واحد الغضب من منع بيع التذاكر في ميناء الخزيرات، في ميناء الخزيرات كيقول باللي يحول عبور المغاربه الى جحيم، وهذا الشيء هذا راه كنا هضرنا عليه وقلتوا ودي راه لا راه كاين نو، من غادي تبدا عمليات مرحبا وغادي يبدا يعني الناس كيهبطوا بكثره للمغرب، فراه خصنا نقتديو التذاكر يعني من انترنت من وكالات اصفار او لا من ذاك الوكالات اللي كاينه في الطريق السيار. كذلك اخوتي غادي نهضروا على الطريق السيار ديال اسبانيا الابي سيتي، كما عارفين راه رجع غراتيس، رجع بالمجان، والناس كلهم بقاو يعني السائقين كلهم بقاو كيستعملوا يعني الطريق السيار لوتورود اوتوبيستا، كل شيء بقى كيستعمل هذا الطريق خاصة يعني في نهاية الأسبوع كيكون واحد الاكتظاظ كبير وكبير بزاف أخوتي، وفي العطل كذلك. ولهذا كونوا على بال الناس اللي غادي تشبر الطريق السيار ديال اسبانيا الابي سيتي اللي كيجي من خيرونا من فرنسا، خيرونا برشلونة طراغونا فالنسيا مورسيا، هاد الطريق هذه المعروفه فراه كيكون اكتظاظ كبير وكبير بزاف، كونوا على بال وخاصه يعني عملوا احتياطات ديالكم خاصه في نهايه الاسبوع. وكل يعني جل الصحف الاسبانيه كتهضر على هذا الموضوع، والمواطنين الاسبان كيطالبوا بحلول لان دائما كاين اكتظاظات وطوابير طويله وطويله جدا. كذلك اخوتي غادي نهضروا على التخفيضات اللي عاملها المكتب الوطني للسكك الحديديه للجاليه المغربيه، كاين تخفيضات 30% للجاليه المغربيه اللي غادي يسافروا عبر القطارات. كذلك اخوتي غادي نهضروا كما قلت لكم الارتفاع ديال الاثمنه ديال التذاكر ديال الرحلات البحريه، واللي واحد النسبه ديال المغاربه يعني ما غاديش يهبطوا المغرب في السبه ديال هاد الاثمنه ديال التذاكر. الغلاء راه كاين في كل شيء، ولكن هاد الاثمنه ديال الرحلات البحريه فراها تريبلات اخوتي، فراها ثلاثه. دابا انا قبل كنت كنقطع، انا غادي نشارك معكم البي والثمن وغادي تعرفوني اش كنهضر. المهم فيديو جد مهم اخوتي، وغادي نبقاو نعملوا يعني فيديو يعني اللايفات مباشرات كل مساء، لان باقي الناس مساكن عندهم مشاكل في شروط ديال السفر وهذا الشيء ديال التذاكر، غادي نركزوا على التذاكر. ما كرهت يعني تكونوا معنا دائما في المباشرات، والمهم من بعد غادي نقول لكم شنو غادي نعملوا في هذه المباشرات. المهم اخوتي قبل ما نمشيو للتفاصيل ديال جميع هذه الاخبار، لايكات ديالكم اخوتي، ما عرفتيش عندكم مع هذه القناه ما كتعملوش اللايكات، واش ما كيعجبكمش المحتوى؟ واش كلكم كتفرجوا في التلفزيون وما كتعرفوش كيفاش تعملوا اللايكات؟ لان الصراحه اللايكات مقارنة يعني مع المشاهدات، مع نسبة المشاهدات فراها قليلة وقليلة بزاف اخوتي، وكاين فيديوهات كتوصل أكثر من 100,000 وكتلقى فيها 2000 لايك، ولهذا ما كرهناش اللايكات ديالكم يعني دعما لهذه القناة باش تجيدوا يعني تنتوما تشجعوا القناة وكبروا هذه القناة اخوتي. المهم بغيتوا ما بغيتوش، المهم فضل وليس أمرا، ما كرهناش تعملونا اللايكات اخوتي ونمشيو للتفاصيل.
خوتي المغاربة الجالية المغربية في كل مكان، سلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة في كل مكان. ودائما وأبدا كما العادة كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال. ونبدأ على بركة الله بهذا الخبر ديال طريق السيار ديال إسبانيا. كما عارفين طريق السيار أوتوبيستال وطرود يعني رجع بالمجان، يعني من الصيف اللي داز يعني كنا كنخليو القرابة ديال هذه، المهم هذه هي هذيك نزيدوها في المازوط، كنا كنخليو القرابة ديال 51 حتى 80 أورو في طريق السيار حيدات، ولهذا جميع السائقين ولاو كيختاروا طريق السيار. والطريق الوطنية مابقى كيمشي فيها حتى شي واحد، وهذا سبب اللي خلاها الطريق يعني ديما فيها القولة، ديما كاين اكتضادات، كاين طوابير طويلة. يعني هنا لوس انخينيروس ريكلامان ميخورار لا خيستيون دي لاوتوبيستا ابي سيتي، كنهضروا على الطريق السيار هذه اللي كتجي من فرنسا يعني في اتجاه الجزيرة الخضراء مرورا بخيرونا برشلونة تراغونا بالنسيا كاستيون مورسيا أليكانتي حتى الجرانادا، حتى الجرانادا من بعد مالاغا حتى الجزيره الخضراء. يعني هاد الطريق ولاو كيستعملوها السائقين يعني بكثره بحكم انها رجعت بالمجان وما بقى حتى شي واحد كيمشي في الطريق الوطنيه. ولهذا اللي بغيت نقول لكم من هاد الخبر وهو يعني تردوا البال وتعملوا الاحتياطات ديالكم باللي فعلا كاين اكتضادات، وخاصه في نهايه الاسبوع راه حنا دابا غادي نبداو في عمليه مرحبا اللي كتبدا يعني راه هاد العام يعني قدموها، ولكن عمليه مرحبا اللي كنعرفوا غادي تبدا 15 في يونيو، عاد غادي نشوفوا الاكتضادات يعني لا في الطريق السيار ولا في الموانئ الاسبانيه وخاصه الميناء ديال الجزيره الخضراء. وهذا الشيء اللي غادي يجعلني نهضر على البيع ديال التذاكر، كما قلنا لكم فيديوهات سابقه باللي التذاكر خصنا نقتنيوها يعني من وكالات اصفار او لا يعني من انترنت. وهذا الشيء هذا يعني يحول عبور المغاربه الى جحيم كما جاء هنا في هذا المقال. ولكن قبل ما نمشي هذا المقال بغيت نهضر بعجاله، ولكن ما غاديش نقرا المقال كامل، بالنسبه للناس اللي غادي تستعمل الطريق السيار، الناس اللي غادي تستعمل القطارات، فراه كاين تخفيضات بالنسبه للجاليه المغربيه بقيمه 30% اخوتي. الناس اللي غادي يستعملوا القطارات كلهم عندهم تخفيض ديال 30% كما كتشوفوا هنا في الصوره. كذلك اخوتي غادي نهضروا قبل ما نمشيو للموضوع ديال هذا، نهضروا على الغلاء ديال التذاكر، وغادي نشارك معكم يعني كما قلت لكم الثمن باش قطعت انا اخوتي. كما كتشوفوا هنا حنا انا والوليدات ديالي، يعني حنا اسره كتكون من 5 ديال الافراد، انا والزوجه، الوليدات واحد عنده 17، واحد عنده 15 غادي يقفل 16، والعيال عندها 7 سنين، والسياره وبال يعني بال شنو كيقولوا هذا، كاين الكاماروتي وكاين المهم بالبيت، كاماروتي وكاين الكابينه وكاين المهم بالبيت، فراه قطعنا كما كتشوفوا هنا ب 1192 ديال الاورو كما كتشوفوا هنا اخوتي، 1192 ديال الاورو، فالي يعني هذا ملي كتشوف الغلاء ديال المحروقات، كتشوف الناس كلها كتقطع، كتشوف المشاكل ديال الطريق السيار، كتشوف يعني هاد الكولا يعني هاد الطوابير الطويله، عاد من وصل الخزيرات وهذا، واخا كتشوف الثمن زايد شي حاجه، ولكن كتر انك تقطع انك تخرج حسن، ما ربما يعني في الرجوع نشد الطريق، ولكن في الهبوط باش الانسان انا كنفضل في الهبوط بعد حتى يعني نقولوا حنا بحال اللي كان الضامن هو الله، ولكن يعني واحد النسبه اكثر يعني كتضمن ماس يعني اذا مشيتي من هنا كنهضروا على الهبوط. اما في المجي يعني ملي كتكون ماجي اذا دخلتي يعني الخزيرات فراه انتم عارفين شنو كاين. المهم انا الثمن باش قطعت هو 1192 يعني قول 1200 ديال الاورو. شنو كنت باغي نقول لكم اخر؟ نعم 1200 ديال الاورو. وكنت كنشوف انا عبر مثلا طريفه يعني كتجيني واحد تقريبا 300 الاورو، او عبر الميناء ديال الجزيره الخضراء طنجه المتوسط واحد 280 الاورو، كتقطع عايده وكتمشي مرتاح، واخا هو غالي بزاف لان كل شيء غلا، ولكن كتشوف عباد الله كامله كتقطع. واش انت غادي تبقى بوحديتك؟ حنا ما كرهناش يعني كنا مع هذا حتى يهبطونا الاسمنه، ولكن ما اصلا ما كاينش يعني تم نفاد جميع التذاكر كما قلنا لكم سابقا، عاود رجعوا نزلوهم مره اخرى في السوق. يعني ما عرف شي واحد
كيتراجع ولا هذا، عاود نزلوا غير بعض التذاكر، خاصه كنهضروا قبل العيد. اما مور العيد راه كاينين الرحلات الطويله ولكن غاليين بزاف. واش فهمنا اخوتي؟ هذا فيما يتعلق بالثمن باش قطعنا. حنا الناس بزاف جبرناهم كيسولونا بشحال قطعنا. وهنا دائما فيما يتعلق بارتفاع الاثمنه ديال التذاكر، هنا البواخر، هنا هذا الشيء كيصدم مغاربه المهجر ويحول حلم العوده لكابوس فعلا. هنا صدمه كبيره تلك التي يشعر بها افراد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج بعد تسجيل ارتفاعات صاروخيه في اسعار تذاكر رحلات الرابطه بين ميناء الجزيره الخضراء وميناء طنجه المتوسط وكذا ميناء طنجه المدينه وميناء طرفه بعد ايام قليله من الانطلاقه الرسميه. كنهضروا على الانطلاقه الرسميه اللي هي غادي تكون 15 يونيو اللي هي غدا واقيله، اليوم 14 غدا 15، وحسب عدد من الراغبين في العوده للمملكه بعد سنوات من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فان موجه من السخط العارم تجتاحهم جراء الارتفاع غير المعقول في اسعار تذاكر الرحلات المتجهه نحو ميناء الجزيره الخضراء وميناء طرفه، معتبرين ذلك بانه سلوك استغلالي من طرف شركات الملاحه. وهذا الشيء ماشي جديد علينا اخوتي، هذا الشيء هذا من دائما، ولكن عارفين وخاصة يعني هاد السنة عارفين الجالية غادي تهبط غادي تهبط، واخا يعملوا الأثمنة اللي بغاو. علاش؟ لأن الناس ما هبطوش القرابة ديال 3 سنوات. كنا كنستناو يعني أو كنا كنتظروا أن الجهات المالية تدخلوا حينما نغوتوا يعني سنيو عقود أخرى، يعني وتكون منافسة مع شركات مثلا هذا باش قطعت أنا ب 1200، كون كانوا يعني شركات منافسة لهذه الشركة ديال جراندينابي كان غادي يكون الثمن أقل، ولكن هما عاملين هذا الثمن هذا. وفينا هو؟ فينا هو؟ أصلا ما كاينش ذاك البي، عارفين ما كاينش، عارفين ما كاينش، والناس يعني بزز منهم غادي يقطعوا. حنا ما كرهناش لان باقي عاد البدايه ديال عمليه مرحبا. كنتمنوا انها تكون تخفيضات، يكونوا بروموسيونيس لان الناس باغيين يهبطوا للمغرب، ولكن كيتصادموا بهذا الاثمنه يعني العافيه بالدارجه ديالنا، العافيه فيما يتعلق يعني بالتذاكر. هذا العام اخوتي اش غادي نقول لكم؟ يعني مي غادي نمشيو ونجيو بلادنا ونزوروا احبابنا حتى غادي يشهد علينا سيدي ربي، لانه غلاء ديال التذاكر ديال المحروقات لا هنا ولا في المغرب. كنهضروا على المازوت، العيد الاضحى من دابا راه الاكباش كيهضروا عليهم الاضاحي ديال العيد، الاثمنه 3000 درهم الفوق، ذاك الحولي اللي كان ب 1000 درهم دابا رجع ب 3000 درهم. انا شفت الحواله كيهضروا عليهم واصلين 8000 درهم 14000 درهم، راه كنهضر والله الا شفت الحواله 1000 مليون و400 800000 900000. كما قلت لكم هذا الشيء ديال الغلا ولا احد يحرك ساكنا، كاين واحد السكات بحال اللي كلشي راضي على هذا الغلاء اللي في جميع طفالي التليفون مره اخرى اخوتي. كما كنت كنقول لكم يعني الغلاء في جميع المجالات، ورجعوا يعني الاثمنه ديال التذاكر خاصه ديال الرحلات البحريه اللي ارتفع يعني بشكل مبالغ فيه، كما كيقول هنا واحد المقال، ليصل يعني ابتداء من يوم امس نهار كنهضروا على نهار 12 رجع الثمن 227 ديال الاورو، اي حوالي 2500 ديال الدرهم للشخص الواحد في الرحلات الرابطه ما بين طرفه وميناء طنجه المدينه. كما قلت لكم يعني هنا الاثمنه كتخلع اخوتي، لابد يعني من متدخل. بغينا يعني الجاليه باغيه تهبط تصير رحيم مع الاهالي ديالها، ولهذا كنتمنى ان الحكومه المغربيه تدخل وتشوف حل يعني اللي يرضي الجاليه المغربيه فيما يتعلق بالتذاكر ديال الرحلات البحريه. خوتي ما نطولش عليكم بزاف، دائما كما قلت لكم ابتداء من اليوم، لان لي انا قريب غادي نشارك معكم جميع الايام ديال الهبوط، يعني الرحله اللي غادي نقوموا بها من برشلونه اتجاه طنجة، الرحله الكامله بالشروط ديالها بالتذاكر بكل شيء غادي نشاركوه معكم ان شاء الله. واليوم غادي يكون عندنا اول مباشر، كونوا في الموعد كما العاده، اللايكات ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالصحه غداكم.